وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد عبد الله عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. إذن نرحب بك في نشرة أخبار الثامنة أستاذ عبد الله. كيف استطاعت مملكة البحرين أن تلعب دورا حيويا في مبادرة ترسيخ وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتنوع والتعددية وغيرها من المبادرات في هذا الجانب؟ مساء الخير وأشكركم على الاستضافة. استطاعت مملكة البحرين أن تلعب دورا حيويا في حوار الأديان ومبادئ التعايش السلمي من خلال الاقتداء برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه، الداعية للتعايش السلمي والسلام والمبادئ المتأصلة في الشعب البحريني منذ قرون، منذ أيام ذل من الأمان. ولإيمان قادة العالم بهذه الدعوة الصادقة والرؤية الحكيمة، فإنهم اجتمعوا في البحرين لعقد حواراتهم مثل ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، الذي جمع قداسة البابا فرانسيس بفضيلة شيخ الأزهر ومجلس حكماء المسلمين على طاولة واحدة ليتباحثوا في أمور التعايش السلمي والحوار ومختلف القضايا التي كانت مطروحة في ذاك الوقت. نعم نعم. إذن أستاذ عبد الله، كيف تقرأ مواصلة نجاح مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تنفيذ رؤية جلالة الملك المعظم طبعا في نشر رسائل السلام والأخوة الإنسانية؟ طبعا احنا رؤية صاحب الجلالة هو النبراس الذي نبتلي به، وهو الذي يجعلنا نعمل ليلا ونهارا لكي ننشر مبادئ وقيم التعايش السلمي وتعزيزها في جميع بقاع الأرض، وبالأخص تعزيز الحوار بين مختلف مكونات المجتمع البحريني لتكون البحرين مثالا يقتدى به، وهي فعلا مثالا يقتدى به. نعم. في العالم. نعم، السيد عبد الله عيسى المناعي المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، شكرا جزيلا لك.